هذا البرنامج برعاية المنتدى السوري. يحكى أن أعرابيا سأل ابن هشام القرطبي عن عمره، فأراد ابن هشام أن يمازحه. قال له الأعرابي: كم تعد؟ قال: من واحد إلى ألف وأكثر. قال: لم أرد هذا، كم تعد من السن؟ قال: 32 سنا، 16 في الأعلى و16 في الأسفل. قال: كم لك من السنين؟ قال: ليس لي منها شيء، السنوات كلها لله. قال: يا هذا ما سنك؟ قال: عظم. قال: ابن كم أنت؟ قال: ابن اثنين، رجل وامرأة. قال له: ليس هذا ما أردت، كم أتى عليك؟ قال له: لو أتى علي شيء لقتلني. قال: فما أقول؟ قال: تقول: كم مضى من عمرك؟ يروى أن سائلا وقف على باب نحوي وقارعه، فقال النحوي: من بالباب؟ فقال سائل. قال له: لتنصرف. فقال السائل: اسمي أحمد، واسم أحمد ممنوع من الصرف. فقال النحوي لغلامه: أعطي سبويه كسرة خبز. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قصص وقيم، وحديثنا اليوم عن اللغة العربية. اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، أو هي كل لفظ وضع لمعنى. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: من أين جاءت اللغة العربية؟ هناك ثلاث نظريات تتحدث عن أصل اللغة. النظرية الأولى تقول إن اللغة إلهام من الله علمها لآدم، يقول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. النظرية الثانية تقول إن الأصل في اللغة هو التواضع، أي إن البشر هم الذين اصطلحوا على أصوات معينة يشار بها إلى الأشياء عند غيابها. أما النظرية الثالثة فترى أن اللغة بدأت بمحاكاة أصوات الطبيعة، كحنين الرعد وخرير الماء ونعيق الغراب وصهيد الفرس ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. أي لا بد أن يكون بين الكلمة ومعناها علاقة طبيعية حملت الواضع أن يضع لفظ كذا لكذا، وهذا مما قيل في أصل نشوئها. هذا وقد كان نزول القرآن الكريم باللغة العربية المضرية أي الفصحى أهم حدث في مراحل تطورها، حيث وحد لهجاتها المختلفة في لغة فصيحة واضحة، وأضاف إلى معجمها ألفاظا كثيرة. وبعد اتساع رقعة العالم الإسلامي وقتها ودخول كثير من الشعوب غير العربية في الإسلام، انتشرت العربية لغة بين تلك الشعوب، مما أدى إلى ظهور اللحن في الكلام، وتأثر العرب بذلك أنفسهم. وحينئذ دعت الحاجة علماء ذلك الزمان لتأصيل قواعد العربية لمواجهة ظاهرة اللحن أي الخطأ. وقد روي أن رجلا لحن أي أخطأ باللغة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أرشد أخاكم فإنه قد ضل. فوسم النبي اللحن بالضلال. كما روي أن ابنة أبي الأسود الدؤلي قالت لأبيها: يا أبتي، ما أجمل السماء؟ فأجابها: نجومها المتلألئة وقمرها المنير أجمل ما فيها. قالت: إني لا أسأل عن ذلك، إنما أنا أتعجب من جمال السماء. فقال: أي بنية، إذا أردت أن تتعجبي فافتحي فاك وقولي ما أجمل وليس ما أجمل. كان الحل والمخرج من الوقوع في اللحن هو إنشاء علم يقعد للكلام العربي كله ويبين إعرابه في كل موقع. فانبرى لهذه المهمة علي رضي الله عنه، فاستنبط أن الكلام كله اسم أو فعل أو حرف. فأحضر أبا الأسود الدؤلي وقال له: إن الكلام كله اسم وفعل وحرف، أنح هذا النحو يا أبا الأسود. فكان هذا أمرا وتوجيها لأبي الأسود بوضع علم النحو. ومن ثم بدأ أبو الأسود المتوفى عام 69 للهجرة بوضع أبواب النحو، ومن هنا كانت ولادة علم النحو. إن من خصائص اللغة العربية وسماتها المميزة ثراءها المعجمي المتفرد وبلاغتها المدهشة، فهي تنعم بذخيرة وافرة من المفردات المعبرة عن أدق المعاني الحسية والمعنوية. ومن أمثلة ذلك يروى أن عبد الله بن همام الكوفي دخل على يزيد حين استخلف والناس مجموعون على بابه يتهيبون القول، فقال: يا أمير المؤمنين، آجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية وأعانك على الرعية، فلقد رزئت عظيمة وأعطيت جسيمة، فاشكر الله على ما أعطيت واصبر على ما رزيت، فقد فقدت خليفة الله ومنحت خلافة الله، ففارقت جليلا
ووهدت جزيلا. وهنا نقول إن كل دعوة إلى بناء مجتمع عربي متماسك مؤهل للتقدم تبقى ناقصة إذا لم يكن من وسائلها صيانة اللغة والعمل على نمائها وحفظ وحدتها. واللغة اليوم معقل من معاقل الأمة التي يجب أن تتمسك بها تمسكها بوحدتها. واللغة لا توحد الأمة إلا إذا كانت هي موحدة في عالم الناطقين بها، والعربية موحدة وموحدة، هكذا كانت وهكذا يجب أن تكون. كانت لغة العرب في الجاهلية صورة لهم، فيها إباؤهم وشممهم، وفيها كثير من صلابتهم ووضوح صحرائهم، وفيها إيجاز يصور حياتهم المقتضبة. قل أن تجد في أدبهم أسماء موصولة أو حروف عطف تلاحق بين المتعاطفات، يلهث المتكلم في ربط الجمل بها، ويتعب السامع أو القارئ وراءها، كما هي لغتنا اليوم. كانت عندهم جمل موجزة تعبر عن فكرة تبدأ معها وتنتهي معها، ثم تبدأ جملة موجزة جديدة تحمل فكرة جديدة. كذلك كان معظم أدبهم في شعره ونثره. ولنسمع إلى خطيبهم هاني بن قبيصة الشيباني يدعو قومه إلى القتال يوم ذي قار، فيقول: يا معشر بكر، هالكم معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما في المنايا بد. هذه هي الخطبة كلها، وكل جملة فيها مستقلة بلفظها الموجز وفكرتها. ولو شئنا رجعنا اليوم كل جملة منها خطبة مطولة. يقول الدكتور مازن المبارك حفظه الله: إن مدارسنا تعلم اللغة لأداء امتحان، لا لخوض حياة ولا لكتابة بحث ولا لبناء شخصية وتوجيه سلوك، ولا لتكون نمطا عقليا يوحد الفكر ليصل إلى وحدة الأمة. لقد كانت اللغة العربية عروة تجمع الماضي بالحاضر ثقافة، وتطبع الناطقين بها هوية. إنها الحبل الذي تواصلت به ثقافة أمتنا من يوم نشأت، وهي إلى اليوم الحبل الذي يجمع الأمة على تباعد شعوبها مكانا في وحدة لغوية منقطعة النظير. ومن أبرز التحديات التي تواجه العربية اليوم إبعاد العربية عن التعليم العالي والبحث العلمي، السماح للغة الأجنبية أن تزاحم العربية في الأسواق والشوارع والمحال، وتوسيع رقعة العامية على حساب اللغة المشتركة للأمة، انتشار الجامعات الأجنبية في البلاد العربية، على أنه ما من أمة في العالم تقدمت بلغة غيرها. لذلك كانت الأمم كافة تتمسك بلغاتها القومية وتعلم أبنائها بها. في اليابان مثلا يحتاج الطالب إلى معرفة 881 حرفا. إنهم يرون التمسك بلغتهم هو تمسك بتاريخهم ووجودهم، وهكذا فعلت كل الدول، ولم يبقى في العالم أحد يدرس في وطنه بغير لغته إلا العرب. وكذلك الشعوب المستعمرة في إفريقيا، مما يجعلنا نتساءل كيف بقيت تلك الشعوب متأخرة ما أنها تعلم أبنائها باللغة الأجنبية الفرنسية أو الإنجليزية، وكيف لم تشفع لها تلك اللغة للتقدم في العلم، إذا كان التقدم مرهوناً عند العربي ببقاء التعليم العالي باللغة الأجنبية. وأختم بأبيات جميلة للشاعر إيليا أبو ماضي نرى فيها شيئاً من جمال اللغة العربية. قال: السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة، قال الليالي جرعتني علقمة، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقمة، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله.